تستعيد الحياة في العاصمة الأفغانية كابول وتيرتها الطبيعية ببطء، لكن السكان ما زالوا مرتابون، وعقب قرار العفو الذي أصدرته طالبان عن العاملين مع التحالف الدولي وعن إدارات الحكومة السابقة، يبدو أن بعض السكان استجابوا لهذه الدعوة وعاد عناصر من شرطة المرور في العاصمة إلى الشوارع، لكن حركة السير لم تكن كثيفة كالمعتاد. وأكد ناطق باسم الحركة سهيل شاهين أن النساء يجب أن لا يخفن من التعرض لتهديد، وقال حقهن في التعليم مصانة. وأظهرت صور بثت على وسائل التواصل الاجتماعي بعض النساء وهن مجتمعات عند مدخل المنطقة الخضراء للمطالبة بحق العودة إلى العمل كطاهيات أو عاملات منازل. وحاول عناصر في طالبان كانوا في شاحنة تفريقهن لكن بدون جدوى قبل أن يقنعهن مدنيون بمغادرة المكان. وفي ولاية خوست تداول الناشطون في وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر قيام عناصر من طالبان بإطلاق النار على محتجين رفعوا العلم الوطني، ما أدى إلى سقوط قتيلين على الأقل وجرح 6 آخرين. هيقول لك شكلها تحت كيم كلها خلف يرسل هيقول لك شكلها.